دقيق نصف كيلو 500 جرام، سميد ناعم نصف كيلو 500 جرام، حوضع كل المكونات على الشاشة، سمسم 150 جرام، توابل كعك 25 جرام، وينسون ناعم 25 جرام، وفانيلا 25 جرام، وبنحرك المكونات جيد حتى تنسجم مع بعضها. نوضع زيت نباتي 200 جرام وبنحميه عندما يحمى مثل هيك، يكون هيك ممتاز. نوضع على العجنة مثل هيك، كل مكونات أنا كتبتها على الشاشة. نوضع 30 جرام زبدة، قليل من الزبدة تقريبا معلقتين ثلاثة، نوضعها على الخليط. وبنبسها بالإيد، نفركها مثل هيك بالإيد، يعني تكون مثل الرمل. ننتظر 24 ساعة ترتاح. بعد 24 ساعة بنضيف خميرة معلقة كبيرة 15 جرام، وماء 450 جرام تقريبا 2 كوب ماء، ماء دافئ يعني يكون، يعني يكون حرارة الجسم يكون الماء. وبنعجنها جيد، يعني كتير بسيطة وكتير سهلة. شايفين كيف بتكون؟ مثل هيك لازم تكون العجنة، عجوة التمر. شوفوا انتو العجوة المناسبة لإلكم. نوضع كيلو عجوة التمر، 30 جرام زيت اي نوع زيت نباتي، ونوضع قرفة 15 جرام. بنعجن المكونات جيد وبنكورها بالإيد مثل هيك، يعني الموضوع كتير سهل وبسيط. بنعملها بالطول وبنحشيها. أنا حملت تنتين حفرشيكو كيف، يعني الأمر كتير بسيط. هذه الطريقة الغزوية، يعني طريقة كتير سهلة. حعمل كمان واحدة عشان تشوفوا كيف بسيطة جدا. والطعم بصراحة كتير هو روعة. بخصوص التوابل، انتو شوفوا التوابل المناسبة لإلكم اللي انتو متعودين عليها. التوابل الكعك بنحمل فرن 200 درجة مئوية من فوق ومن تحت، نضعها بالرف الأوسط تقريبا بتاخد 15 دقيقة. لازم احنا نراقبها حسب نوع الفرن، لازم احنا نتبعها حسب نوع الفرن. بعد ما نطلعها من الفرن نتركها تبرد، نوضعها بالعبوة. كتير روعة، شوفوا كيف من الداخل أكثر من روعة. مع السلامة.